الجامعة، نقل لمشاغل الطلبة، حياتهم الجامعية وإبداعاتهم الطلابية. عسلامة، مرحبا بكم من ما كنتوا تسمعوا فينا على 93 على الحياة فام. نشكر الناس اللي تبع فينا على الحياة فام وتبع فينا على في فقرتنا الحياة في الجامعة. احنا كالعادة في الحياة في الجامعة نحاولوا نعملوا دورة في الجامعات التونسية الكل ونشوفوا شنو جديد الطلبة وفيش قاعدين ينشطوا وتوا وفيو الاكزامانات، ورجعوا الطلبة بانرجي مزيانة ورجعوا الانشطة متاحهم والمبادرات متاحهم. باش نتوجه المرادية خصيصا للعبيد المغرومة بالروبوتيك، المغرومة بالعالم هذا، تحب تتعلم منه وتحب تشارك في مسابقات. معنا بالتليفون صافي بالحاج بالقاسم باش تحكينا اكثر على كومبيتيسيون روبوتيك اللي هي باش تصير على قريب في المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس. عسلامة صافي. عسلامة منال، ميرسي افو، ميرسي حياة اف ام على الاوبورتونيتي. حاب نسلم عليك وعلى السادة المستمعين الكل. انا صافي حاج بالقاسم، ليف انجينيور في اليونيك، نقرا ترمينال ميكانيك. مرحبا بك صافي. دونك انت طالبة بالمدرسة الوطنية للمهندسين بقابس، باش تحكي لنا أكثر على الكومبيتيسيون هذي. أما قبل ما نبدأ وندخلوا في الكومبيتيسيون تاع روبوتيك، احكي لي شوية على الاختصاصات اللي تقراوهم في الجامعة متاعكم وشنو الغرام هذا، معناه كيفاش بدي في عالم الروبوتيك. يونيك كما تعرفوا هي ثانية إيكول دانجينيور تأسس في تونس، فيها سانك سبيسياليتي دانجينيور، جيني إلكتريك أوتوماتيك، جيني ميكانيك، جيني سيفيل، جيني شيمي بروسيدي و كوميونيكاسيون ريزو، وفيها زادة دو سبيسياليتي متاع ماستير، وفيها سيس لابو دو ريشيرش. دونك نحكي لك شوية على الزي سيسياليتيز في الفاك. عنا بليزيور كلوب ما شاء الله متوزعين على السبيسياليتي الكل، منهم سانك كلوب روبوتيك اللي هما لايتيك، الكروس، لوتو كلوب، كلوب إلكتريك سي أ، وراس شابتر إي تروازو. دونك ذوما الكل هم ينشطوا خصيصا في عالم الروبوتيك. ذوما تبارك الله فما برشا دي فيليغ بوليفالونت واكثر موجهه للميكانيك وكل. دونك قررتوا باش تعملوا كومبيتيسيون تاع روبوتيك، يظهر لي مش اول اديسيون هذي، معناتها صارت العاده انكم تعملوا كيما مسابقه كيما الانيغ روبوتس. دونك احكي لنا اكثر على الكومبيتيسيون، شكون ينجم يشارك فيها وشنو مال شنو معناها لي زيسباس اللي موجودين في الموسيقى. واضح. قبل ما نحكي لك على ليفينمون، الحاجه السبيسيال في اليونيك انه الناس الكل نعرف بعضنا والناس الكل صحاب، يعني حتى على مستوى الكلوب ما فماش فكره كل حد يجبد لي هلال، الناس الكل خيين صحاب، اللي يستحق ماتريال يخدم الكلوب الاخر، اللي يعرف واللي يوري اللي ما يعرفش. هذاك علاش قررنا انه اليونيك روبوت ما تكون تحت حتى اسم كلوب، يكون ايفينمون تاع ايكول كامله، يعني فما شكون معانا توا في الكوميتي دورغانيزاسيون باقي حاضر معانا في ليفينمون، وميم هو معناه ماهوش حتى في الكلوب. بالنسبة لي كان زادا مسابقين في ليفينمون روبوتيك، أول إيديسيون كانت أون 2014، وإن شاء الله السنة باش تكون عندنا تروازيام إيديسيون، باش تصير إن شاء الله لو 30 جانفي 2022، آخر الشهر هذايا معناها، دونك حضروا رواحكم. بالنسبة للتيم تاع ليفينمون، اخترنا باش يكون التيم هو ون بيس، حابين نجمع ما بين زوج حاجات الأكثرية نتاعنا نحبوهم اللي هما الروبوتيك والأنيم. إن شاء الله باش يكون إيفينمون في برشا حاجات سبيسيال و سيرتو معناها العباد اللي تحب الأنيم والروبوتيك. بون مش باش نحكي لكم برشا على التفاصيل باش ما نحرقش الفيلم. دونك ذي حاجة باهية ديجا أنكم أنتم تخدموا إيكول كاملة مع بعضكم، إيكيب واحدة وتتشاركوا مع بعضكم معناتها في الأورغانيزاسيون تاع ليفينمون هذا. باهي. دونك باش تحكي لي أكثر شنو هما لي كومبيتيسيون اللي موجودين بالضبط، العباد اللي تحب تشارك ولا تحب تصنع لي روبو، أحكي لهم أكثر منيش متكونة المسابقة هذي. باش نقص يكون في ليفينمون إيميك روبوت، باش يكون فيها كات كومبيتيسيون، فيها دي وركشوب، فيها دي ستون، برشا حاجات مزيانة إن شاء الله تكتشفوا نهار ليفينمون. بالنسبة للكومبيتيسيون اللي هما باش تكون ميس روفر جولينا، توترا، وديس، وكومبيتيسيون جينيور. نحكي لكم شوية على كل كومبيتيسيون هكا بيتي. بالنسبة للكومبيتيسيون جونيور باش تكون كومبيتيسيون خاصة للصغيرات اللي يقروا في الليسي، الكوليج، ولا حتى في المدرسة. البيت نتاعنا باش نحبوهم أكثر في الروبوتيك، باش ندخلوهم أكثر في الجو نتاع الكومبيتيسيون إيتو. بون كل إيكيب باش تكون تتكون من 3 بيرسون، وباش تكون حاجة سهلة معناها ماكيت بسيطة شوي كيما نقولوا.
بالنسبة لتروا كومبيتيسيون الاخرين ينجم يشاركوا فيهم لي فاكولتي الكل بيان سور، مش كاين لي زيكول دانجينيور. شاك ايكيب يكون فيها 4 بيرسون. بالنسبة للكومبيتيسيون ديت باغ اكزومبل هي عبارة على عركة ما بين زوج روبوات يتعاركوا هكا في حلبة فيها دي كونترانت اخرين، مثلا فيها سجنات تلقوا مطرقة، الروبو اللي يجي تحتها تضربوا كل شيء. شنو اخر ثم تويتر هو عبارة على سباق ما بين 4 روبوات يتعدوا كل مرة بحاجة، معناها يمشوا في نفس السيركوي، اما مرة يتعدوها على ماء، مرة ترتيب كلها حجر، وشكون يوصل الاخر دي زوبستاكل معناها لازم يتعدوهم، واللي يتعدى قبل هو اللي يكون الرابح، اللي يكون هو رابح. فوالا. بالنسبة للميس والدرينيا يعتمد اكثر على البروغراماسيون، يعني تعطي انت الروبو نتاعك بروجرام، تعطيه في ديزاردر وهو عندما كيت يطبقهم تو سامبلومون، مثلا تعطيه اوردر باش يتبع الخط لكحل في ماكيت كلها تكون بلون. فوالا دونك هذوما هما غروسو مودو شنو فما في الكومبيتيسيون، واللي ديتاي اكثر تلقوهم مع في اللي كي يتشارج اللي موجودين على الباج فيسبوك نتاعنا، وتلقونا زيادة على الانستغرام باسم إينيغرو بوتس. تخي بيان تدخل الباج تلقو اللي كي يتشارج الكل وتلقو فيهم كل ديتاي. يعطيكم صحة صافي. دونك فما لي كاي تشارج للعبيد اللي انتريسي اكثر باللي كومبيتيسيون تو تيران ولا سويفور وحاجه به على الاخر، توا حتى لي جونيور اللي لي ليسيان وليو يعطيوه وليو يخصوا لهم اسباس في كومبيتيسيون روبوتيك هكا بالكش يبداو عندهم مواهب وهما ما يعرفوهمش، اما كي يشاركوا يوليو يكتشفوا اللي هما موهوبين بالحكايه هذيا ويوريونتيو رواحهم اللي هما صغار في عالم روبوتيك. دونك لي كاي تشارج يلقاهم اكثر في لي كونتاكت نتاعكم في الفيسبوك وكل اني جروبوت. قلت لي فما دي وركشوب صافي، باش نرجع معك اكثر، شنو ما لي وركشوب هذوما؟ كان عندك اسامي ولا حاجه معنا نجموا يشاركوا فيهم المتسابقين؟ لي وركشوب ان شاء الله تنحطوهم على الباج فيسبوك نتاعنا زاده. دونك باش نوريكم شويه روبوات، اللي باش نحكوا شويه على روبو اللي واصلين في العالم. دونك مازلنا الحقيقة ما هبطناش البروجرام بالضبط معناها، ودونك تابعونا على الفيسبوك نحط لكم لي ديتاي كل. دونك فما دي وركشوب باش يعرفوكم اكثر على عالم الروبوتيك هذايا، باش يعرفوكم اكثر على لي تكنيك ولا لي باز نتاع لي روبو، وبالكش اصلا انتم تتغرموا ولا تزيدوا تحبوا اكثر الدومين هذايا. نعاود نفكركم اللي فما كومبيتيسيون روبوتيك في انيغ روبوتس لو 30 جانفي. بالطبيعه فما نورمالمون لي بريكوسيون سانيتير الكل صافي هكا، ولا لازم ديما تحافظوا على التباعد وكل، احنا نشجعوا المسابقات دوما مع لي كونديسيون سانيتير ديما نحاولوا نحافظوا على صحتنا وصحه طلبه في الجامعات التونسيه. بهي اكيد فما جوائز صافي، مسابقه كي هكا فيها برشا متسابقين. وي اكيد معناتها بنتير. بالنسبه للكومبيتيسيون جونيور ليكيب اللي باش تربح باش تاخذ ان كادو اللي هو عباره على ماتريال روبوتيك عنده قيمه ماليه مهمه برشا. وبالنسبه لي زوتر كومبيتيسيون اللي باش يربح باش ياخذ فلوس. دونك مازال ما هبطناش البري على الباج هذاك، علاش ما نجمش نقول لكم عليهم بالضبط قداش. ان شاء الله نهايرين الجايين نهبطوهم ومعناها تلقوهم على الباج ان شاء الله، واللي ناكد لكم انه بالرسمي عندنا معناها القيمه الماليه نتاعهم برشا معناها، دونك ما تفلتوش الفرصه بالرسمي. ستي تيوند ملا كيما نقولوا في الباج فيسبوك تو يهبطوا لي بري، وانا نقول ديما ابار لي بري ديما الربح هو لوبورتونيتي هذي والمشاركه في الكومبيتيسيون في حد ذاتها، وباش تتعلم وباش تخدم اون ايكيب وباش تصنعوا لي روبو مع بعضكم، ديجا هذا منفعه كبيره باش تحصل للطلبه. الدعوه مفتوحه للطلبة الكل هكا ولا صافي، من اي ايكول دانجينيور ولا مش ايكول دانجينيور، ايكول تقراو لي تكنولوجي ولا تقراو حاجه عندها علاقه بالروبوتيك ولا حتى مغرومين، انتم تنجموا تشاركوا في الكومبيتيسيون هذي. شروط المسابقه وكل لي فورمولير وكل تلقاهم اكثر في الباج فيسبوك نتاعهم اني جروبوتس. يعطيكم صحه صافي، ويعطيكم صحه المدرسه الوطنيه المهندسين بيجيبس على الخدمه المزيانه هذي. نخلي لك كلمة ختام كانت تحب تضيف حاجة. يعيشك منال. بون في الاخر نحب نذكركم اسم الباج فيسبوك نتاعنا والكونت انستغرام انيغ روبوتس، تلقوا فيه معناها لي ديتاي الكل.
سينو بنجم تبعثونا دي ميساج اللي كان عندكم اي استفسارات. مرحبا بكم، مرحبا بكم الناس الكل، حتى اللي مش مشارك في الكومبيتيون يجي يتفرج. لي بارون اذا جيبوا صغيراتكم يتفرجوا بلاش يتخرموا بالدنيا روبوتيك، خاطر درسني حاجه ياسر مزيانه. حاجه اخرى نحب نقولها، اللي بيبانا مفتوحه للزونتربريز الكل اللي يحب يدخل معنا في شراكه، مرحبا بكم زاده. ميرسي نوتخ فوا منيل، ميرسي حياه اف ام، وان شاء الله ليلتكم زينه. يعطيك الصحة صافي، ميرسي المهندسة الوطنية المهندسين بيجيبس على المبادرات المزيانة هذي. دونك كونوا في الموعد لو 30 جانفي في الثوازيام إديسيون تاع إنيك روبوتس، فما برشا مسابقات وبرشا برشا جو كيما نقولوا، برشا برشا أجواء متاع كومبيتيسيون، برشا جوائز. يعطيكم الصحة، احنا مازلنا متواصلين معاكم في الحياة في الجامعة باش نحكيو على أكتيفيتي أخرى، باش نحكيو على كلوب آخر ومرة هذي في القروين. خليكم معنا بعد الفصل الغنائي. الحياة في الجامعة، نقل لمشاغل الطلبة حياتهم الجامعية وإبداعاتهم الطلابية.